انت بتسكن في الكوميونتي دي. الكوميونتي 90% منها فيلات بس. لما تيجي نسمع فيدباك الكلاينت من نورهان نفسها. باشمهندسه، كان ايه اخبار الميتنج معاكي؟ الدكتور ده كلاينت عندنا فري ماكس بروفيشنال، اشترى معانا في هاسياندا من سنتين، طلب ان احنا نبيعها له تاني، فقدرنا ان احنا نكسبه اولموست 4 أضعاف، فطلب ان احنا نستخدم محفظته العقاريه مع بالم هيلز. رشحنا له ان هو ياخد هنا في بالم هيلز اسكندريه ب 5% مقدم وعلى 8 سنين، وبجزء تاني من الفلوس ان احنا نحطه في باديا في اكتوبر ب 0% مقدم وعلى 10 سنين. مش بس كده، قدرت كمان ان انا اعمل له كاستمايز للبيمنت بلان على حسب متطلباته، وعشان انا عميلي كان استثماره ناجح في بالم هيلز، عشان كده دايما بحب ارشحها. كمان حابب تستثمر فلوسك في بالم هيلز، تقدر تتواصل معي. أنا مهندسة نورهان الكردي من ريماكس بروفيشنال.